الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية العتاب في المنام بعنف. العتاب بطريقة عنيفة في المنام علامة على التوترات التي يشعر بها. حلم العتاب بأسلوب عنيف علامة على الوقوع في العديد من الأزمات. من يرى في منامه أنه يعاتب شخصا بطريقة عنيفة علامة على السلوك السيء لصاحب الرؤيا. تدل رؤية التعنف أثناء التحدث مع شخص ما وعتابه علامة على أنه يلوم من حوله في كل الأشياء. تدل رؤية العتاب بالعنف في المنام علامة على المتاعب والأزمات. الألفاظ المهينة والعتاب بالعنف علامة على أنه يتعرض للأزمات والتعنف من قبل المحيطين به. من يرى في منامه أنه يعاتب شخصا من أفراد أسرته علامة على الاكتئاب الذي يشعر به. رؤية العتاب بين المتخاصمين في المنام علامة على الحزن والآلام الذي يشعر به صاحب الرؤية. من رأى في حلمه أنه يعاتب شخصا متخاصم معه في المنام علامة على الشجار والخصام الكبير الذي يحدث بينهما. رؤية المتزوجة أن أهلها يعاتبوها في المنام علامة على الفترة السيئة للغاية التي تعيشها مع المحيطين بها. حلم المرأة المطلقة بأن هناك أشخاص يعاتبوها علامة على التعود على الحياة التي تعيشها. عتاب الأب في المنام علامة على الندم الشديد من بعض الأفعال التي يقوم بها. رؤية عتاب الأب في المنام إشارة إلى الهدايا الغالية التي يقدمها الإبن لأبيه. حلم وجود خلاف بين الأب وابنه والمعاتبة في المنام إشارة إلى الصحة الجيدة لصاحب الرؤيا. من رأى في المنام أنه يعاتب والده بصوت مرتفع علامة على الإصرار التي ستكشف قريبا والله أعلم. من رأى في المنام أنه يعاتب أحد الأقارب والأصدقاء علامة على الفترة الصعبة التي يعيشها صاحب الرؤية. معاتبة الصديق في المنام علامة على العلاقة القوية بينهما. عتاب الأب في المنام علامة على المشاكل الكبيرة التي يقع بها صاحب الرؤية. من رأى أنه يعاتب شخصا غريب عنه في المنام إشارة إلى الأزمات والمشاكل التي تواجهه. تدل رؤية عتاب شخصا في المنام علامة على الابتلاء بالأمراض. حلم العتاب لشخص في المنام إشارة إلى الوحدة والاكتئاب الذي يشعر به صاحب الرؤيا في تلك الفترة والله أعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.